شهد وزير البترول طارق الملا توقيع اتفاقية المساهمين، وذلك لإنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات المنخفض التركيز ما بين هيئة الثروة المعدنية وشركة غاز الشرق وشركة آيمكس انترناشونال. أكد الملا أن هذا المشروع يحقق قيمة مضافة للاستفادة من توافر خام الفوسفات، وأيضا لتوطين تكنولوجيا متطورة تعد إضافة قوية لصناعة التعدين التي تشهد تنفيذ خطط عمل لتنميتها وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بكافة السبل والإمكانيات المتاحة في ضوء ما تحققه من الوفاء باحتياجات الصناعة والزراعة وقطاع التشييد من خامات يتم توفيرها محليا. أعلنت الحكومة استعدادها استقبال عيد الأضحى المبارك بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة. أكدت الحكومة أنه تم التعاقد على ما يقرب من 30,000 رأس من الماشية الحية، وذلك لتذبح بالمجازر المصرية ويتم بيعها عبر عدة منافذ، منها 1350 مجمعا استهلاكيا. أكدت الحكومة أنه من المستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 20%، وذلك عن مثيلاتها في السوق المحلية. وأشارت إلى أنه سيتم تكثيف ضخ اللحوم من السودان وجيبوتي الطازجة من مجزر الوزارة بالبساتين استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مستهدفة طرح 20,000 رأس ماشية طازجة من خلال 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر وأيضا السيارات المتنقلة. وإلى سوق المال مشاهدين، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، وذلك بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب وأيضا تعاملات الأجانب للبيع، وذلك وسط تداولات بلغت حوالي 3 مليارات جنيه. ربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.72% مغلقا عند مستوى 26,282 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.11% مغلقا عند مستوى 5,739 نقطة، فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت تقريبا 1% مغلقا عند مستوى 8,320 نقطة. وإلى أسواق البترول، أو تراجعت المؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم، وأيضا توقعات لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية من المتوقع الإعلان عنها غدا الأربعاء. هذا وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بلغت 0.19% ليصل إلى 38,795 نقطة، فيما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة بلغت 0.15%
ليصل إلى 5353 نقطة، فيما نزل أيضا المؤشر ناسداك بنسبة بلغت 0.19% ليصل إلى 17160 نقطة.